في دعم المشاريع الصغيرة في ظل الأزمة التي تعيشها سوريا، كرم محافظ السويداء وأمين فرع الحزب ورئيس مجلس المحافظة اللجنة الأهلية لصندوق برنامج مشروعي والداعمين له من المجتمع المحلي والفعاليات الرسمية. تم بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد لريف السويداء عام 2011 إحداث صندوق التنمية المحلية، والغاية من هذا الصندوق تقديم القروض الصغيرة الميسرة بدون فوائد، وهي القروض على نوعين، تشغيلي وطلابي. وقد استهدفت هذه القروض 145 قرية وتجمع، وقدمت قروض بحدود 14 مليون مقترض من النساء والرجال. برنامج مشروع انطلق عام 2011 بهدف دعم المشاريع الصغيرة للمواطنين في ظل ظروف الحرب التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات، والمساهمة في دعم القروض بشكل ميسر للمواطنين. نضطر بواجب وطني لمساعدة أهلنا وقرايبنا والناس المعتزين، مشان تكون كل يد وحدي مساندة للوطن بالأزمة اللي عم بمر فيها. بالنسبة للصندوق أو صناديق التنمية في مجال بلدي أنا مشرف عليها، يعني إشراف مباشر دائما، وكنا بدأنا بمليون ليرة وصلنا إلى 3-4 ملايين ليرة، والآن ستبرع الشباب المغتربين الكرام بأكثر من مليونين ليرة سورية. الذين تم إقراضهم حوالي 50 مقترض ومقترضة لغاية هذا التاريخ، جميعهم استفادوا من القروض الذين عملوا بها مشاريع صغيرة عادت بالرزق. هناك مشاريع مختلفة بالتسميات والطرق، منها من اشترى بعض الأغنام كتربية أغنام، منها من اشترى عزقات خاصة بالزراعة للحراثة الأراضي، منها من عمل محلات سماني، منها من عمل مخبز أو خبز عربي. هذه المشاريع تصور أنه كل منطقة بالمحافظة بحاجة لهيك مشاريع. هذه المشاريع لمساعدة وخلق فرص عمل لمن ليس له عمل. كما قام المحافظ والوفد المرافق له بافتتاح المركز الثقافي في قرية سالة بالسويداء، وذلك بمشاركة شعبية ورسمية واسعة. تضمن الافتتاح معرضا فنيا ضم نحو 15 لوحة حملت موضوعات ذات علاقة بالطبيعة والإنسان.